اسم تفوح منه رائحة الغدر والخيانة. ارتبط بجريمة من أفظع الجرائم وعاش آخر حياته وحيدا ذليلا. الوزير مؤيد الدين بن العلقمي الذي خان المستعصم وغدر ببغداد. ابن العلقمي مؤيد الدين الأسدي ولد عام 1197. اشتغل في صباه بالأدب فكان كاتبا فصيح الإنشاء، وثق به المستعصم فعينه وزيرا له عام 1246 وألقى إليه زمام أموره. كان المستعصم لينا سهل القياد ضعيف التدبير يتكل على غيره، وكان ابن العلقمي سياسيا حازما خبيرا وداهية. استطاع أن يستغل صفات الضعف في الخليفة لينفذ مخططاته. كتم تعصبه لمذهب آل البيت وجعل غايته القضاء على الخلافة العباسية السنية، فانكب على إضعاف جيش المسلمين وقطع أرزاق العساكر وتقليل النفقات عنهم. وخطر التتار في أوجه، وحين باتوا على أبواب بغداد راسلهم ابن العلقمي يعرض عليهم خدماته، وسعى لإثناء الخليفة عن مواجهتهم وتثبيط عزائم الرعية بتعلة حقن دماء المسلمين، وطمأن الجميع بأنهم سيأمنون إنهم سلموا للغزاة أمرهم. دخل التتار بغداد عام 1258 فأثخنوا فيها قتلا وتخريبا. قتل الخليفة ومن معه من قواد الأمة وطلائعها، ثم اتجه فريق منهم إلى مكتبة بغداد العظيمة، أعظم مكتبة على وجه الأرض في ذاك الزمن، فنهبوا آلاف الكتب وألقوا بالباقي في نهر دجلة حتى سالت مياهه سودا من أثر مداد الكتب. أما ابن العلقمي فعين حاكما صوريا على بغداد ينفذ إرادة التتار. قيل إنه ندم بعد ذلك أشد الندم بعدما شهد المدينة التي منحته المعرفة والحظوة والريادة خرابا. تلاحقه لعنات أهلها وإهانات من بقي فيها من التتار، وما لبث أن مات غما وهما، وظلت سيرته عنوانا للغدر والخيانة.